في افتتاح مؤتمر باريس الدولي، أولاند يدعو لمواجهة عالمية لخطر تنظيم داعش، والمعصوم يحذر من قيام دولة الإرهابيين. فرنسا تبدأ اليوم طلعات استكشافية فوق العراق في سياق التحرك الدولي ضد تنظيم داعش. رئيس الائتلاف السوري المعارض يتعهد بإعادة هيكلة الجيش السوري الحر لتحسين قدراته في مواجهة داعش ونظام الأسد. تحية لكم من قناة نيل في القاهرة، بانوراما 12 ساعة إخبارية شاملة بأهم وآخر الأخبار. مرحبا بكم. دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند دعا إلى رد عالمي لمواجهة متشددي داعش، قائلا إن التنظيم يمثل تهديدا أمنيا للعالم أجمع. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أولاند في افتتاح المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. هذا المؤتمر له هدف واحد، يتجلى بإعطاء السلطات العراقية الدعم السياسي الضروري من أجل مكافحة تهديد كبير يتمثل بداعش، والذي يلقي بثقله على العراق وعلى منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم، يلقي عليها كلها تهديدا كبيرا. وإن ومن جانبه قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم، قال إن العراق يخوض خطرا متمثلا في تحول قوى الإرهاب من عمليات إجرامية متفرقة إلى مستوى العمل من أجل تأسيس دولة إرهابية. هذا المؤتمر له هدف واحد، يتجلى بإعطاء السلطات العراقية الدعم السياسي الضروري من أجل مكافحة تهديد كبير يتمثل بداعش، والذي يلقي بثقله على العراق وعلى منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم، يلقي عليها كلها تهديدا كبيرا. وإن كان المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق قد بدأ أعماله في باريس اليوم بهدف تشكيل تحالف دولي للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي وتنسيق المساعدات والجهود لضمان وحدة العراق. ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلون نحو 24 دولة، من بينها 10 دول عربية من ضمنها مصر التي يترأس وفدها وزير الخارجية سامح شكري. كما يشارك في المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وكذلك الأمين العام التنفيذي لدائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس المحلل السياسي السيد مصطفى طوفة. سيد مصطفى، يعني ما هي توقعاتكم بخصوص نتائج المؤتمر؟ هل تتوقع أن يتوصل إلى إجراءات ملموسة ومحددة لمواجهة داعش؟ في حقيقة الأمر عندما نقرأ الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الذي قدم بصفة عامة يعني خطة خارطة الطريق التي يمكن أن يتبع هذا الائتلاف لمحاولة اقتلاع داعش، تتولد لدينا القناعة بأن المهمة ستكون صعبة عسكريا، لأن السؤال المطروح من سيقوم بقصف هذه المواقع لداعش في العراق وسوريا، من سيقدم الدعم العسكري، ما هي البلدان التي ستتطوع للمشاركة عسكريا وميدانيا في هذه العملية، ولحد الساعة هناك علامات استفهام حول توزيع الأدوار العسكرية. يعني يبدو أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمنظم لهذه القمة يراهن كثيرا على الحكومة العراقية، فالمراهنة الأساسية الرهان الأساسي وهو تسليح الأكراد والجيش العراقي وتقديم لهم
مساعدات استخباراتية على الأرض، ومن ثم المراهنة على أنهم سيقدرون اقتلاع والقضاء على داعش. والكل يعتقد أن هذا الخيار العسكري ليس كافيا لحد الساعة لوضع حد نهائي لظاهرة داعش في المنطقة. طب بالنسبة للمشاركة، استبعاد إيران وسوريا إلى أي مدى يمكن أن يؤثر في اعتقادك في أي إجراءات؟ هذا الاستبعاد أنا أراه يعني خطأ استراتيجي، لأن إذا كانت هناك إرادة دولية قوية للقضاء على تنظيمات إرهابية مثل داعش، وهذه الإرادة نجدها أيضا في موسكو، لأن لا ننسى بأن موسكو من بين وروسيا من بين الدول المعادية للتنظيمات الإسلامية الإرهابية. فالخطأ الاستراتيجي للفرنسيين والأمريكيين أنهم لم يشاركوا موسكو ولم يشاركوا دول كإيران للتوصل إلى توافق دولي تام يقضي على داعش. أما أعتقد بأن الفرنسيين والأمريكيين كانوا يريدون تجنب يعني النتائج الهامشية لمشاركة موسكو وإيران ودمشق في هذه المعركة، لأن ذلك سيصب في مصلحة نظام بشار الأسد، سيصب في مصلحة الهيمنة الإيرانية على المنطقة، ويريدون تفادي هذه النتائج الهامشية. لذلك يعني عملوا على ابعاد هذه الدول، لكن هذا انا في رايي خطا استراتيجي يضعف الحرب الدوليه على داعش. طيب هل يعني الموقف الأمريكي، يعني هناك من أشار إلى أن الموقف الأمريكي عليه علامات استفهام فيما يتعلق بعقد المؤتمر في باريس، ويعني ربما تقديم تنازلات أو صراع على قيادة المواجهة أو الحرب على داعش، هل هذا مطروح؟ هو ما قيل أمريكيا وتم انتقاده بطريقة واضحة هنا في أوساط إعلامية وسياسية فرنسية، وهو القرار الأمريكي المعلن أن أوباما لن ينشر قوات أمريكية في العراق أو في سوريا. هذا القرار يعني المعلن يحد من صلاحيات أي ائتلاف دولي يمكن أن يحارب داعش، ويطمئن بين قوسين إذا صح هذا التعبير، ويطمئن داعش بأن لن يكون هناك قوات أجنبية ستبارزها ميدانيا في داعش. وهذا يعني هذا الحد من قوات الائتلاف الدولي يعني أزعج الكثير من الفرنسيين، لأنهم يعتقدون أن الحرب ستكون طويلة وستفقد من فاعليتها، لأن إذا لم يتم التوافق على نشر القوات تبارز مع جهادي داعش ميدانيا، فهذا معنى أن المعركة ستكون طويلة، وأن داعش يمكن أن يضعف لكن لا يمكن القضاء عليه نهائيا. والهدف الأساسي من كل هذا المؤتمر وهذه الحرب الدولية على الإرهاب هو اقتلاع والقضاء على داعش. نعم سيد مصطفى طوفة، المحلل السياسي من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا لك. ومن جانبه قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن العراق يواجه خطرا متمثلا في تحول قوى الإرهاب من عمليات إجرامية متفرقة إلى مستوى العمل من أجل تأسيس دولة إرهابية. نعتقد بأنه من الضروري أن يكون إيران موجودا في هذا المؤتمر، لأن بين إيران والعراق حدود بطول حوالي 1000 كيلومتر، وإيران من أول يوم ظهور داعش وهجوم على مدينة الموصل إيران قدمت لنا مساعدات إنسانية وكذلك مساعدات عسكرية. وزير الخارجية سامح شكري من جانبه أكد على أهمية مؤتمر باريس حول الأمن والسلام في العراق لمكافحة الإرهاب بالمنطقة، مشددا على دعم القاهرة لكل الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب. وقبيل انعقاد المؤتمر أكد شكري أن مصر تساند أي جهود تتم في إطار توافق دولي ولها أهداف واضحة، مشيرا إلى أن أي عمل عسكري يجب أن يحافظ على وحدة العراق وسيادة أراضيه ومصلحة الشعب العراقي. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن الطائرات الفرنسية ستبدأ اليوم أول مهام استطلاع فوق العراق. في الوقت نفسه أكد وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان الذي يزور الإمارات حاليا أن الطلعات الاستكشافية تأتي بموافقة السلطات العراقية والسلطات الإماراتية، يشار إلى أن فرنسا لها قاعدة عسكرية في إمارة أبوظبي.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس وليد عباس مراسل النيل. وليد، أهم ما شهدته جلسات المؤتمر حتى الآن؟ حتى الآن لم يرشح شيئا، نحن بانتظار المؤتمر الصحفي بعد حوالي ساعة أو ساعة ونصف من الآن. هناك جلسة عمل مغلقة حاليا، لكن كما أشرنا قبل ذلك وكما اتضح من كلمة الرئيس الفلسطيني فرانسوا أولاند، فرنسا تريد أن تبدو كأنها تتحرك بسرعة وبفعالية ولاعتة جبهات ضد الإرهاب، ليس فقط في العراق وسوريا لكن أيضا في شمال إفريقيا، وبدأت بالفعل بالتحركات على الأرض من حيث إرسال مهام استطلاعية يقوم بها طيران فرنسي فوق الأراضي العراقية. أيضا داخل فرنسا هناك اليوم يقدم مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. إذن فرنسا تريد التحرك بسرعة، لأنها كما قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لا تريد أن تكون في هذا التحالف في موقع التابع لقيادة أمريكية ولكن في موقع الشريك. طب إلى أي مدى هناك توافق بين الأطراف المشاركة في هذا الإطار وما تعمل في إطار فرنسا؟ هذا هو السؤال الكبير، يعني فرنسا لا تعمل بعيدا عن التحالف الذي دعت إليه الولايات المتحدة، هم يعملون في ذات الإطار. ومؤتمر باريس الهدف منه تحديدا هو وضع استراتيجية لمساعدة العراق وللتعاون بين هذه الأطراف ولتحديد الأدوات، من سيتحرك على الأرض أو في الجو بمعنى أصح، لأنه هذه الدول لن تتحرك على الأرض، لن ترسل بقوات برية. الهدف عمليا وفق فهمنا هو تحديد كيف سيتم العمل، لأن هذا لم يحدد حتى الآن. حتى الآن كانت هناك تصريحات من عدة دول بالاستعداد للمشاركة بإطلاق التحالف، ولكن دراسة شكل وآلية عمل هذا التحالف لم توضع بشكل دقيق على ما يبدو حتى الآن. وليد عباس مراسل النيل من باريس، نشكرك شكرا جزيلا، بالتأكيد سنواصل معك متابعة هذا المؤتمر. في الوقت ذاته استبعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نشر بلاده أيا من القوات المقاتلة على الأرض، لكنه توعد بملاحقة المسؤولين عن قتلة موظف الإغاثة البريطاني ديفيد هاينز من تنظيم داعش، وذلك عقب اجتماع خلية الأزمة الوزارية. جاء الفيديو الذي بثه تنظيم داعش لقتل عامل الإغاثة البريطاني ديفيد هاينز ليلقي بصخرة كبيرة في مياه السياسة البريطانية تجاه التحالف الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيله ضد التنظيم. رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي استبعد قبل ذلك الانضمام إلى التحالف خرج إلى شعبه بعد اجتماع لخلية الأزمة معبرا عن تغييرا في استراتيجية بلاده ضد التنظيم، وأكد أنه سيطارد المسؤولين عن مقتل هاينز وسيقدمهم للعدالة أيا كان الوقت الضروري لذلك. ديفيد هاينز كان بطلا بريطانيا قتل على يد داعش، فقد قتلوا وذبحوا الآلاف من المسلمين والمسيحيين في العراق وسوريا تحت راية الإسلام، لكنهم ليسوا مسلمين بل وحوش، وبريطانيا ستفعل كل ما في وسعها لضبط هؤلاء القتلة وضمان أن يمثلوا أمام العدالة مهما طال الزمن. ورغم أن كاميرون أعلن صراحة مشاركة بلاده بما أسماه الإجراءات الضرورية ضد داعش بما فيها الضربات الجوية والمساعدة اللوجستية والاستطلاع، إلا أنه عاد واستبعد نشر أي من القوات المقاتلة لبلاده على الأرض. لقد اتخذت الولايات المتحدة عملا عسكريا مباشرا ضد داعش ونحن ندعمه، لقد قدمنا طائرات تورنادو البريطانية وطائرات استطلاع للمساعدة اللوجستية، لكن ليس واردا نشر قوات مقاتلة على الأرض. وحتى الآن تكتفي بريطانيا الإنسانية وتنفيذ عمليات استطلاع وتسليح للقوات الكردية التي تقاتل الدولة الإسلامية، كما وعدت بتدريب القوات في العراق، لكن تظل الإجراءات التي تعتزم اتخاذها غير محددة. في سوريا تعهد رئيس الائتلاف المعارض هادي البحر بإعادة هيكلة الجيش الحر لتحقيق نتائج أفضل على الأرض خلال حربه ضد داعش وقوات النظام السوري. جاء ذلك خلال زيارة البحر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في محاولة للحصول على دعم للجيش الحر الذي يشهد العديد من الانقسامات والانشقاقات. الخطط التي وضعناها تعتمد على إعادة تنظيم وهيكلة الجيش السوري الحر تحت قيادة مركزية تحت إمرة المجلس العسكري الأعلى والحكومة الانتقالية والائتلاف نفسه،
هذا من شأنه أن يطور من أنشطة الجيش ويحسن من النتائج التي يحققها على الأرض. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس السيد فهد المصري، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية حول سوريا. السيد فهد، يعني رئيس الائتلاف السوري تعهد بإعادة هيكلة الجيش الحر، فيما ذكرت الأنباء أن هناك اختلافات فيما بين أطراف الائتلاف المناهض للحكومة هناك، يعني كيف ترى هذا التصريح؟ يعني أول شيء لا أعتقد أن الائتلاف لديه القدرة أو النفوذ على إعادة هيكلة الجيش السوري الحر، وليس لديه الإمكانيات أو المعطيات التي يمكنه التحدث بمثل هذه القوة. علينا أن نتذكر اللقاء الذي جمع الرئيس الأسبق السابق بالأحرى للائتلاف السيد الزربة الذي لقى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الموقف الأمريكي واضح للغاية بأن جميع أنواع الدعم لبعض الفصائل المسلحة الموجودة على الأرض لن تمر عبر الائتلاف ولا عبر هيئة الأركان ولا مجلس العسكري الثلاثين الذي يتحدثون عنه. تقصد أن القوات على الأرض تتصرف بمعزل عن القيادة السياسية ولا يمكن التنسيق بينها؟ لأن الائتلاف وهيئة الأركان ومجلسهم العسكري هي قوى تعيش، هي تنظيمات تعيش خارج الواقع السوري، منفصلة تماما عن الواقع السوري، تعيش في تركيا، ليس لديها تواصل أو ارتباط مع الداخل السوري، وهي بالأساس تنظيمات شكلتها قوى إقليمية ودولية من خارج رحم الثورة السورية. طبعا على الجانب الآخر في الميدان سيد فهد، يعني أمريكا أعلنت أنها ربما تضرب جوا في سوريا، تضرب داعش مثلا، هل يمكن أن يتم تنسيق بين القوات الأمريكية وبين القوات المعارضة على الأرض؟ نحن نعتقد بأن أغلب القوى الوطنية الثورية المسلحة على الأرض لن تشارك الولايات المتحدة الأمريكية والائتلاف في حربه على داعش لسبب بسيط، لأن الحرب المعلنة ستكون فقط على داعش وليس النظام، وبالتالي هم يريدون أن يكون هذه الضربات موجهة إلى كلا الطرفين داعش والنظام، لأنهما وجهان لعملة واحدة، ولأن القطع على داعش في سوريا يعني تقوية النظام فقط المعارضة السورية. نحن نعتقد بأن مجرد بدء الضربات العسكرية ضد داعش فذلك سيضعف النظام السوري، لأنه لن يستطيع مع بدء العمليات العسكرية استخدام سلاح الصواريخ أرض جو أو استخدام سلاح الطيران وطائرات الهليكوبتر، وبالتالي النظام سيفقد قوته الأساسية في حربه على المعارضة السورية، وبالتالي ستتمكن المعارضة من التقدم ميدان. نعم، سيد فهد المصري رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية حول سوريا من باريس، شكرا لك. ميدانيا، هجم مسلحون أكراد قريتي جنوب مدينة القمشلي بمحافظة الحسكة وقتلوا ما يزيد على 40 مدنيا، وقتل 16 عنصرا من عناصر الجيش النظامي بعد أن قصف مسلح المعارضة مواقعهم في مدينة استقليبية بريف حماة، بينما شن الطيران الحربي 10 غارات في كفر زيتا، كما شن الطيران الحربي أكثر من 20 غارة على مدن وبلدات في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وما وقعت اشتباكات عنيفة في ريف دمشق بين كتائب المعارضة والقوات الحكومية في جرود عسال الورد في القلمون، بينما سقط عشرات الجرحى جراء غارة جوية على مدينة سقبة في الغوطة الشرقية. إلى الشأن المحلي، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتراب برئاسة المستشار علي الفقي، قررت إخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح في قضية أحداث مجلس الشورى والتنحي عن نظر الدعوة، ويحاكم في القضية إلى جانب علاء عبد الفتاح 23 متهما آخرين. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطرق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون والمحامي بالنقد. أستاذ يعني لو تشرح لنا النواحي القانونية حول ما يعنيه قرار إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح في هذه القضية وأيضا التنحي عن القضية برمتها دكتور. أولا بالفعل أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم قرارها بإخلاء سبيل المتهم وبعض المتهمين الآخرين في قضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى وأيضا بكفالة 5000 جنيه وتنحت عن نظر هذه القضية برمتها. بالفعل أرى أن المحكمة عندما أصدرت حكمها اليوم بإخلاء سبيل المتهمين بعدما ارتأت أنه لا توجد مبررات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية حيث أن المتهمين المفرج عنهم لا يخشى عليهم من الهرب وأنهم لا يوجد ما يؤكد العبث بأدلة الجريمة خاصة وأن كافة الأركان مقدمة من النيابة العامة بأدلة الاتهام. أو أما من ناحية تنحي المحكمة عن نظر هذه القضية وأيضا أعطى القانون قانون الإجراءات الجنائية وأيضا من قبله قانون المرافعات المدنية والتجارية شروطا حددها على سبيل الحصر لتنحي القاضي أو المستشار عن نظر القضية التي المعروضة أمامه. وأنا أرى أيضا من منظور قانوني وواقعي إذا ما قام القاضي بالتنحي عن نظر قضية أمامه ولا تتوافر هذه الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فهذا يحسب للقاضي ولا يحسب عليه. أما مسألة التنحي فلم يلزم القانون سواء قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية أن يبدي أسباب التنحي على المنصة أو في حكمه وإنما قد يبدي أسباب هذا التنحي إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة عند مقابلته من أجل التنحي وتحديد دائرة أخرى غير تلك التي تنحت عن نظر هذه القضية. يعني معنى هذا أن القضية ستنظر من جديد مرة أخرى؟ نعم تنظر أمام دائرة أخرى سوف يقوم بتحديدها رئيس محكمة استئناف القاهرة في خلال شهر على الأقل. طيب الجلسة السابقة كان أثارت الكثير من الجدل وربما سخط البعض حول ما شهدته من عرض لقطات خاصة تخص الحياة الشخصية والأسرية لعلاء عبد الفتاح أو أسرة علاء عبد الفتاح، هل من مردود حول هذا الموضوع؟ نعم بالفعل عندما عرضت الجلسة الماضية للصوامة المدمجة والتي احتوت على بعض أمور من الحياة الخاصة للناشط علاء عبد الفتاح وأسرته وبعد أن بين الدفاع المتهم اليوم أمام المحكمة واقتنعت المحكمة بدفاع ما أثره دفاع علاء عبد الفتاح أحالت هذه الأسطوانة إلى النائب العام لإجراء التحقيق فيها وكيفية تقديمها في هذه الجلسة وهذه القضية. الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون والمحامي بالنقد أشكرك شكرا جزيلا. تستأنف اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية الهروب من سجن وادي النطرون المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي. وتضم القضية 130 متهما من بينهم قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتتني وعصام العريان بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني مع الإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر في القضية. كذلك تستأنف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرى اليوم محاكمة محمد بديع. وعدد أيضا من القيادات سينظرون أمام المحكمة وأعضاء أيضا الجماعة المتهمين في أحداث القتل والعنف في شارع البحر الأعظم بالجيزة. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة منها التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوى ومقاومة السلطات فضلا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية. قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن حصيلة شهادات استثمار قناة السويس ارتفعت إلى 49 مليار جنيه منذ بداية طرحها عن طريق البنوك. وأشار إلى أن حصيلة أمس الأحد بلغت 9.5 مليار جنيه وهو أعلى حصيلة منذ بدء الطرح مشيرا إلى أن المتوقع إغلاق طرح الشهادات خلال 48 ساعة. وتواصل بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس لليوم الثامن على التوالي تواصل إصدار شهادات استثمار قناة السويس من خلال شبكة الفروع والبالغ عددها 1000 فرع. كما تواصل مكاتب البريد لليوم الثاني على التوالي إصدار شهادات استثمار قناة السويس وتنتهي عملية الطرح بمجرد الوصول إلى الحصيلة المستهدفة وهي 60 مليار جنيه. مع
نشرتنا متواصلة معكم وفيها من الأخبار أيضا. رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالله الثني يتقدم اليوم بتشكيلة حكومته إلى مجلس النواب لنيل الموافقة عليها. في افتتاح مؤتمر باريس الدولي، أولاند يدعو لمواجهة عالمية لخطر تنظيم داعش، والمعصوم يحذر من قيام دولة إرهابية. فرنسا تبدأ اليوم طلعات استكشافية فوق العراق في سياق التحرك الدولي ضد داعش. ورئيس الائتلاف السوري المعارض يتعهد بإعادة هيكلة الجيش السوري الحر لتحسين قدراته في مواجهة داعش ونظام الأسد. نتابع الآن أخبار الاقتصاد، أخبار المال والأعمال مع الزميلة مجد القاضي. إليك مجد. الزملاء أحمد الأميس، شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها وزارة التموين تطرح اللحوم البرازيلية المذبوحة والحية في المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة بأسعار مخفضة. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور خالد حنفي أنه تم تكثيف المعروض من كافة السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، خاصة اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ومنافس شركات الجملة، حيث تم طرح لحوم ضاني برازيلي بسعر 48 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى الخرف الحية بسعر 25 جنيها للكيلو. وأكد الوزير أنه تم التعاقد على كميات كبيرة جدا من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة من الأنواع البرازيلية والسودانية والأثيوبية وغيرها، حيث تم الاتفاق مع السودان على توفير كافة اللحوم لمصر لمدة عام ليتم طرحها بسعر 35 جنيها للكيلو. وأضاف الوزير أنه يتم حاليا طرح كافة السلع الغذائية في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% أقل من الأسواق. قال وزير الاستثمار أشرف سلمان إن الحكومة بدأت في السعي نحو برامج تنموية فعالة وتدعيم القطاع الخاص، مؤكدا إن خطة الحكومة بدأت تستهدف 336 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد. وأضاف سلمان أنه تم تشكيل لجنة لدراسة كيفية رد أموال الشهادات ونسبة الأرباح عليها حتى يمكن السداد بسهولة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات مؤتمر المال جي تي أم تحت عنوان إدارة مصر لميزانية التجارة 2014 حول أساليب وطرق الاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس. من جانبه أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار دكتور حسن فهمي إن قانون الاستثمار الجديد سيصدر بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل من رئاسة الجمهورية ولن ينتظر مجلس النواب القادم نظرا لأهمية صدوره في أقرب فرصة. وكشف فهمي عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من الأول من يوليو 2013 وحتى 31 من مارس لعام 2014 بلغ 4.7 مليارات دولار، ويتوقع وصوله إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالي الجاري. وأضاف فهمي أن هناك 18 شركة عربية وأجنبية كبرى أبدت رغبتها في زيادة ضخ استثماراتها بالسوق المصري بما قيمته 6 مليارات جنيه، وأنه جاري إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة.
توقع وزير السياحة المصري هشام زعزوع زيادة أعداد السائحين والإيرادات بين 5 و10% العام الحالي وبين 15 و20% في عام 2015، معولا على زيادة الاستقرار بعد الانتخابات البرلمانية المزمعة. وقال زعزوع أن مصر ما زالت في مرحلة التعافي وأن بيانات البنك المركزي أظهرت تحسنا نسبيا في متوسط الإنفاق السياحي. يذكر أنه في عام 2013 زار مصر نحو 9.5 مليون سائح وبلغت الإيرادات 5.9 مليار دولار، وكان عدد السائحين 14.8 مليون في عام 2010. وإلى البورصة، حيث تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم مع ميل نحو الارتفاع وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 516.27 مليار جنيه. أكدت المؤسسة العامة السعودية لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن المملكة اشترت 610 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة للشحن بين 1 ديسمبر و30 يناير. وأشار بيان المؤسسة إلى أنه يمكن توريد الكمية من الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا، وسيشحن القمح على 10 دفعات، ومن المقرر شحن 310 ألف طن إلى ميناء جدة و300 ألف طن إلى ميناء الدمام. أعلن المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إنتاج بلاده من النفط ارتفع إلى 870 ألف برميل يوميا. كانت المؤسسة ذكرت الأسبوع الماضي أن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 810 ألف برميل يوميا، وارتفع إنتاج ليبيا خلال الشهرين الأخيرين بعد إعادة فتح موانئ نفط رئيسية في شرق البلاد في أعقاب إنهاء مجموعة من أنصار المتمردين حصارا استمر لمدة عام. وإلى اليمن، حيث سجلت عائدة النفط من الصادرات 1.79 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2014، بانخفاض بلغ 481 مليون دولار عن الفترة نفسها من عام 2013. وذكر تقرير صدر عن البنك المركزي اليمني أن تراجع عائدة اليمن النفطية ناجم عن استمرار الاعتداءات على أنابيب النفط بمحافظة مأرب. وأشار التقرير إلى أن انخفاض الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي اضطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود، والتي تبلغ أكثر من 1.452 مليار دولار خلال الفترة المذكورة من العام الجاري. تراجع الروبل الروسي اليوم إلى أدنى مستوى له تاريخي أمام الدولار، وذلك بعد أن فرض الغربيون عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها في النزاع الأوكراني. وتراجع الروبل إلى 38.4 إلى الدولار، وهذه المرة الأولى التي يهبط فيها الروبل إلى ما دون 38 روبلا للدولار. وقال وزير المالية سيلونوف أن الوزارة ستنشئ صندوقا بمليارات الدولارات في 2015 لمساعدة الشركات المتضررة من جراء العقوبات، وسيمول الصندوق عن طريق حجب تحويلات الميزانية الاتحادية إلى صندوق التقاعد للعام الثاني على التوالي وباستخدام جزء من فائض ميزانية العام الحالي. انتهت وقفتنا الاقتصادية وعودة لقراءة الأخبار السياسية، شكرا لكم. شكرا مجدة، وهذه عودة إلى أخبارنا في هذه النشرة وإلى الشأن الليبي، حيث يتقدم رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالله الثني إلى مجلس النواب بتشكيلة الحكومة الجديدة اليوم لإقرارها والموافقة عليها. وفي المقابل، وافق المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته على حكومة عمر الحاسي الذي تقدم بها لتكون هناك حكومتان في البلاد برئاسة الثني والحاسي. وحضر المجلس في بيان له كافة الأفراد والمؤسسات والهيئات والوزارات القائمة والمجتمع الدولي من الاعتراف بالمؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة عنه، محذرا من ملاحقة المخالفين واللجوء عبر القضاء الليبي والدولي وإخضاعهم لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا.
وعلى الصعيد الأمني، اغتال مسلحون مجهولون أحد عناصر الجيش الليبي بإطلاق وابل من الرصاص عليه بمدينة بني غازي شرق ليبيا، ما أدى إلى مقتله في الحال. كما قتل 3 جنود من القوات الخاصة ببنغازي وأصيب 12 آخرون جراء الاشتباكات العنيفة الدائرة منذ الليلة الماضية في محيط مطار بنينة بمدينة بنغازي ضد قوات مجلس شورى ثوار بنغازي. كان رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح قد التقى وفد كبار المسؤولين بدول جوار ليبيا برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري الدكتور محمد بدر الدين زايد، واتفق الجانبان على إجراء حوار شامل بين كل الليبيين دون إقصاء من أجل إيجاد حل توافقي يمكن الشعب الليبي من استرجاع استقراره وأمنه في ظل احترام سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها، رافضين أي تدخل أجنبي في الشؤون الليبي. تأكيدا على التزام دول الجوار الليبي بأهمية التنسيق مع المؤسسات الليبية حول المساعدة في التعامل مع الوضع الليبي الراهن والتصدي لكافة أشكال العنف والإرهاب، جاءت زيارة كبار المسؤولين من دول الجوار الليبي برئاسة مصر لمدينة طبرق الليبية ولقاء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب. قمنا بعقد لقاء مع السيد رئيس المجلس ومع قيادات المجلس ومع لجنة الحوار السياسي بالمجلس، وكما ألقيت كلمة باسم المجموعة في مجلس النواب أكدنا فيها على عناصر المبادرة المصرية التي قدمت في اجتماع دول الجوار والتي تم تبنيها كمبادرة لدول جوار ليبيا. أكدنا على الثوابت المصرية من رفض التدخل في شؤون ليبيا، من دعم المؤسسات الشرعية الليبية. خلال مؤتمر صحفي أكد وفد دول الجوار الليبي على المبادئ الأساسية والثوابت التي تحكم أي تناول للشأن الليبي الراهن، والذي يتعين أن يقوم على احترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. استعداد دول الجوار لمساعدة وحرص دول الجوار على تشجيع الإخوة الأشقاء في ليبيا لانتهاج الحوار والتوافق والمصالحة الوطنية من أجل الخروج من هذه الأزمة. بالتالي أمن ليبيا هو أمن لدول الجوار، ولا تنفصل هذه المسألة عن بعضها، بالتالي لابد أن تكون دول الجوار من الدول التي تعمل جنبا إلى جنب مع الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار في المنطقة. تأتي زيارة وفد دول جوار ليبيا في إطار توجيهات وزراء خارجية بلدانهم بوضع كل إمكاناتهم وخبراتهم تحت تصرف نواب ليبيا المنتخبون والعمل على وضع تصورات للبرلمان الليبي أمام الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الجوار والمقرر انعقاده في الخرطوم الشهر المقبل. من مدينة طبرق الليبية أمل صبري، النيل. نشرتنا مستمرة وفيها من الموضوعات بعد الفاصل: مشاعر الحزن تخيم على أطفال غزة مع عودتهم إلى مدارسهم وسط الأنقاض.